هو بجد يا شباب في دعاء ممكن الطالب اللي ما ذاكرش اي حاجه ليله الامتحان يدعي ربنا بيه وينجح؟ شباب كتير قوي واحنا داخلين على الامتحانات لسه ما ذاكروش حاجه، ولكن اوعوا تيأسوا واوعوا تفقدوا الامل ابدا في ان ربنا قادر ان هو ينجحك باذن الله سبحانه وتعالى. هحكي لكم قصه يا شباب. طالب من الطلبه دخل المسجد لقى داعيه من الدعاه بيدي درس عن قول الله كلا ان معي ربي سيهدين، سيدنا موسى البحر قدامه وفرعون وراه والجو خطر، ولكن قال كلا ان معي ربي وربنا نجاه. الطالب جه في قلبه ثقه، يبقى انا معي ربي، انا لا يمكن اسقط، انا بقى عندي يقين رهيب ان انا لا يمكن اسقط حتى لو ما ذاكرتش. الامتحان قرب والطالب ما بيذاكرش ولكن عنده يقين رهيب، انا مش هسقط، انا ربنا مش هيتخلى عني. طب بكره الامتحان والطالب بيلعب وما بيذاكرش، بس انا ربنا مش هيتخلى عني، بالتاكيد هيحصل حاجه. هنام هحلم باسئله الامتحانات وهدخل اجاوب. الطالب نام ما حلمش باسئله الامتحانات، راح اللجنه بالتاكيد الاسئله هتطلع سهله، بيبص في ورقه الامتحان مش عارف ولا سؤال، بس انا عندي يقين رهيب كلا ان معي ربي، انا مش هسقط. مش هتسقط ليه؟ انا بالتاكيد الورقه هتضيع وهاخد الدرجه النهائيه، الورقه ما ضاعتش وقعت في ايد مصحح، عارف كده المصحح اداله صفر، قال انا مش هسقط، انا يقينا في معجزه هتحصل من السماء هتخليني ما اسقطش زي ما مصحح ضاع منه ورقه الطالب، والطالب خد الدرجه النهائيه. راح يوم النتيجه بيبص في النتيجه، يا رجاله انا سقطت، يا رجاله انا سقطت ازاي؟ هو انت كنت عايز تنجح؟ هو يا جماعة في عبادة اسمها عبادة الأخذ بالأسباب يا شباب، عبادة. تخيلوا لو مصر هتلعب إسرائيل هتلعب اليهود، فريق مصر هيلعب فريق إسرائيل، طبعا ما فيش دولة اسمها إسرائيل ولكن عشان أعبر على المعنى، فريق مصر هيلعب فريق إسرائيل في كاس العالم، وفريق إسرائيل مستعد وجايب محترفين والفريق المصري بيلعب، مين اللي هيكسب؟ المصريين لانهم مسلمين موحدين، واليهود يخسروا لانهم ملاعين ومغتصبين. اللي هيكسب هو اللي اخذ بالاسباب اكتر باذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا ايوب ربنا شفاه ازاي؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اسباب يا رب، ده هي معجزه اصلا. الحجاج ربنا قال لهم وتزودوا، يا رب دي اكتر رحله، دي رحله الى الله المفروض ما اخدش زاد فيها، وتزودوا. سيدنا محمد ربط البراق في رحله الاسراء والمعراج، ده هي كلها كده كده معجزه. السيده مريم ربنا قال لها وهي في اصعب لحظه في حياتها هزي اليك بجذع النخله، يا رب طب ما كده كده سقوطت رطب معجزه، لا لازم تاخد بالاسباب حتى لو ربنا ينصرك بمعجزه في النهايه. هو ده مقصد هذا المقطع يا شباب، ان انا بقول لكل طالب لسه ما ذاكرش ومتاخر جدا هتنجح باذن الله، ولكن هات اخرك، ولما الاسباب تعجز ساعتها قول يا رب، كلمه يا رب هتبقى ساعتها الدعاء اللي ربنا ينجحك بيه حتى لو انت معكش كل الاسباب، بس تكون عملت اللي عليك ايام الامتحانات يا شباب. صلي في الجامع تدعي ربنا قوي 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 بالنجاح، والله العظيم يا اخواني، والله يا اخواني احنا خدنا من ربنا كل حاجه بكلمه يا رب. يا جماعه قولوا يا رب، يا جماعة أنا جبت امتيازات في كلية الطب بكلمة يا رب، أنا طلعت في امتحانات الأول بكلمة يا رب، حاجات كتير الواحد عملها في حياته بكلمة يا رب، بس الواحد كان بيبقى خد بالأسباب، ذاكرت على قد ما أقدر وأدعي ربنا. طب في جزء ناقص ربنا يجبرك بيه بإذن الله ما دام عملت اللي عليك، ربنا يوفقكم، ربنا ينجحكم كلكم، ربنا يجعلها أيسر امتحانات بإذن الله.